رصاصة فوق وتاني عامل عجينة، حطيت شوية دقيق في صح، حطيت شوية ماء ونقلبه، تاني طعمه وحطيت بتغمز انك ناتش. لا معاك السمك، ايه جاي معايا السمك، انك شالبها بالشيل، هتشلبها بالشيل بيها، تجمعها على ايه؟ ايه على ايدك وترفعها، ترفعها لو صغيرة ارفعها، كبيرة اشلبها. وبنعمله على اللفة، مثلا نعمله شعر 4 متر، نعمله على اللفة 3.5، خلى 0.5 متر في الشعر وبس. يعني الشعر يبقى تحت العلافة بنص متر؟ ايه الشعر يبقى تحت العلافة بنص متر، اللي هو العجينة بتاعتك اللي انت نازل بيها الصنارة. ولو مفيش سمك تنك هزز العلافة، السمك بينتشي يشوف البتاع ياكلها يعني. الله ينور عليك يا معلم، تسلم يا مسعود والله. قناة منوعات رحالة بتحييك يا مسعود، أحلى تحية. نعمله عجين يا جماعة، إن شاء الله هنعمل العجينة اللي هنشتغل بيها هنا. ده شوية دقيقة هم، وده إيه شوية دود، مية مية من مية الدود المشرشر، مية الدود المشرشر يا جماعة، وشوية دقيقة. الشيزمة بالله عليك ما تبقى تفصل فيديو لما انا نقول الحق. هات ابو اي، هات ابو اي، هات ابو اي، العب يا ابو اي. الله يسهلك يا ابو اي. شوية صغيرين، شوية صغيرين، حطهم كل، حطهم كلك، حطهم كلك، لا لا حطهم كلك هنا، حطهم توم يا له. يا عم بالله عليك، بالله عليك، عشان انا بروح. يا مسهل الحال يا رب. لا الله اكبر يا ولا، الاستفتاح الجميل ده. ايوه ابو هيا، الله اكبر ابو هيا، ده الصباح الفل ده ابو هيا.
يلا خير. نزلت ولا؟ انت مش جاي؟ لا يا عم جايين. يا مسهل الحال يا رب يا كريم. يلا بينا توكلنا على الله.